طبعا قبل كل دوت لازم برحب بزميلتي المتالقه سهام. مساء الخير عليك يا سهام، والف مبروك ليكي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. مبروك علينا كلنا. وحشتوني 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 جدا جدا والله العظيم. يعني انا برحب بيكم وحلقه جديده وعود احمد للبيت الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان. فعلا وحشتوني من قلبي، وكنت دايما لما اسمع الكلمه دي بتتقال من شخصيه عامه افكرها كليشيه، يعني ايه يعني ايه الجمهور وحشني؟ فده حسيت بيه جدا يعني من خلال مكاني في المكان ده. والحقيقه ان انا يعني الواحد بيحس فعلا انه منتمي لكيان كبير، وخاصة لما بيبعد شوية عن جمهوره. وسؤالكم ودعمكم ومحبتكم بجد بتسعد الواحد من قلبه، على الرغم ان كل الحكاية هي اسبوعين يعني، فكانت قصيرة. بس ليه بقول كده؟ بقول كده عشان لما يكون الدعم ده من الجمهور اللي بالملايين راح يشجع ويهتف وصوته يروح ويعيط ويضحي ويقف يستنى المسحة، والمسحة صعبة مش سهلة، ومش عايز حاجة منك غير البطولات اللي بتسعده. فكان لازم 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 على فريق النادي الأهلي إنه يسعده هو كمان، واللعيبة كان لازم إن هي تسعد الجمهور ده وتفرحه ودموعها تنزل. دموع طاهر محمد طاهر يعني كلنا أكيد شفناها بإحساسنا. دموع طاهر تطمنكم على الفريق، دموع طاهر تقول لكم ما تقلقوش. الدموع دي فيها حاجات كتير قوي للي عايز يعرف، بتقول انه النادي الاهلي في حته تانيه خالص وان انت في القمه. طاهر اللي بيبكي النهارده ده علشان حاسس بقيمه الجمهور وبقيمه الكيان اللي بينتمي ليه. كم واحد فينا النهارده بكى بعد القضيه البرونزيه؟ كم واحد بكى وفريق الاهلي النهارده بيحصد البرونزيه دي وعلى منصه التتويج الثالث عالميا؟ هي كده يعني في اعتقادي الشخصي، يعني هي الحياه كده، رحله من التحدي. كل ما بتحقق حلم بيظهر لك حلم اكبر. الهدف الصحيح للحياه بيوديك للبطوله، البطوله بتوديك لبطوله اكبر. وزي ما الاهلي علمنا انه مفيش مستحيل، علمنا كمان انه اي مستحيل ممكن يتحقق معاك يا اهلي. الاهلي ثالث عالم للمره الثانيه في تاريخه، ولكن يظل دائما الاول في قلوبنا. انا برحب بيكم، وانتوا فعلا وحشتوني من قلبي قلب بجد. والنهارده ان شاء الله معاكم على مدار الثلاث ساعات بنرجع تاني باخبارنا بفقراتنا ان شاء الله اللي تنال اعجابكم. وزي ما قال كابتن هاني رمزي، احنا النهارده هنتكلم في ثلاث حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه انه احنا نحتفل براحتنا، هو الفريق يقفل على نفسه الصفحة ويفكر في العشرة يا أهلي ويفكر في الدوري، ولكن فرحتنا وإحنا نستمر وبنتكلم في الفرحة دي وكواليسها وتوابع القضية ممكن وتوابع البرونزية، لأن إحنا من حقنا نفرح، ولأنه ده لا يتعارض في التركيز لا مع الدوري ولا مع الكاس ولا مع العشرة يا أهلي بإذنك يا رب. قولوا أمين. النهاردة هنتكلم عن المباراة دي، المباراة اللي جاية مع فريق المريخ السوداني، فطبعا في مستهل مشواره في بطولة الدوري ابطال افريقيا، بدايه الحلم الجديد الموسم ده.